اهلا بكم شباب، فيديو جديد النهارده ان شاء الله. عندنا تمرين الظهر. الفتره اللي فاتت كنت بلعب بوش بول ليكس، بس كنت لسه شايف في التمرين فصار عندي، عشان بعمل ضغط كتير على الصدر والكتف الامامي من كتر الارهاق على الكتف، فحصل فيه تعب شويه. فاضطريت في الوقت الحالي العب عضله كل عضله لوحدها عشان افصل الكتف عن الصدر كذا يوم عشان يعمل ريكفر. زي ما انتم عارفين الكتف الامامي اساسا اوريدي كده شغال مع الصدر، فانت ما تحاول تتمرن ورا يومين ورا بعض او تتمرنهم كتير في نفس اليوم فبيصير ارهاق زياد عليه، فحاولت افصل بينهم يومين او ثلاث ايام عشان يرتاحوا ويعمل ريكفر عشان اعرف ان انا اتمرن بطريقه افضل. ففي الوقت الحالي بلعب كل عضله لوحدها، وبدل ما مثلا كنت باخد يومين راحه ثلاث ايام راحه، قعدت باخد يوم واحد راحه او يومين لو انا تعبان جدا ومش قادر. فالنهارده ان شاء الله عملنا ده. يلا لسه في اول التمرين ونفخ تعبان، اخر تمرين اروح فيه لسه اول تمرين مع قله الاكل والكارديو، احس ان نفخ بيتمرن التمرين لكنه شايل جبل. تمرين 4 جولات تكرار من 8 ل 15 عدة، كل جولة بوصل فيها للفشل العضلي. انا لما اقول 8 ل 15 انت بتلعب في النورمال ده، يعني بتوصل لكل جولة على اخرك 10 12 15. لو الوزن اول جولة خفيف تقدر تجيب اكتر من 15، اكتر من 15 مش 15 تبقى 15 خفيف. نرجع الموضوع للريكفري والاستشفاء العضلي. لو الاستشفاء عندك بطيء بدل ما بتلعب الجولتين او ثلاث جولات او اربع جولات فشل عضلي بتقلل شويه عشان بيبقى جسمي اوفر تمرين عليه، فبيحتاج على حسب رد فعل جسمك. بصوا يا شباب، يعني كلنا بنحب نشتري وزن طبعا في الجيم، يعني مفيش واحد فينا بيحب يكون ان هو في الجيم شكله مش قادر يشتري وزن او شكل الوزن اللي هو بيشتري يكون قليل. كلنا عاوزين نخش الجيم نبقى اقوى ناس في الجيم، نشتري اكبر احجام. هو موضوع تحفيزي وحس بباور وانا شايل وزن وبتاع، بس يا ترى الوزن اللي انت اشتغلته استفدت بيه 100%؟ لو استفدت بيه 100% اوكي انا بقول لك انت ممتاز وشغلك ممتاز، بس انت جواك لو حاسس ان انت ما استفدتش بالوزن اللي انت اشتغلته يبقى سيبك منه. لو بتتمرن عضله ما حسيتش فيها بامب يبقى اكيد في حاجه غلط، لا الاداء بتاعك غلط، لا الوزن بتاعك تقيل زياده عن اللازم، فما انتش عارف تلعب صح، مش عارف تركز، ضخ دم اكبر عضلات، يا اما الوزن خفيف بزياده فانت مش عامل حمل على العضله. فشوف ايه الشيء اللي ناقصك وحاول تظبطه وما تركزش مع الوزن زي ما بقوله في كل فيديو.
احنا مش جايين نشتال، احنا مش بنلعب رفع اثقال. مش هدفنا كل واحد يشتغل في الجيم وزن قد ايه. طاقتك بتختلف يوم عن يوم. لو النهارده بتلعب 100 باوند سكوات، جيت تاني اسبوع لعبت 90 او 80، تقول طاقتك راحت فين؟ باور قال لي ليه؟ في عوامل كتير ممكن تاثر على الطاقه بتاعتك. قله نومك موجود زايد من امبارح. يعني مثلا لو لعب قبل منها بيوم تمرينه قويه كتير، تاني يوم الكوره بتاعتك هتكون اضعف، ممكن الكارب بتاعك قل شويه. في عوامل كتير. طالما انت بتوصل للفشل العضلي ومش قادر تجيب عده كمان، يعني من وجهه نظر، في ناس بتختلف معاه في الراي كتير، يعني كل واحد وجهه نظر. في ناس بتقول اوكي صح كلامك، وفي ناس بتقول رايك غلط. بس انا اقتناع ان انا طالما وصلت للفشل العضلي، مش حجم الوزن اللي بيصير معايا. انا شلت قد ايه؟ يعني لو انا شايل 100 الاسبوع اللي فات وجبت 10 عدات، النهارده اشتلت ال 100 جبت بقى 5 عدات، يبقى هو نفس الطاقه نفس الاستفاده؟ ما اعتقدش طبعا. التمرين ده ما تحاولش تخلي كوعك ورا هيك، اوكي؟ ده التعب اللثه. خلي كوعك قدام على جنب.
so proud of you guys. Oh, he's so fucking young. He's like, he didn't like, he fucked up when he was, like, when she first got him, like, I think at 8 or 9 weeks, she fucked up because she associated hands with, like, they have to just do that right off the bat, because every time he's doing it, كده يبقى خلصت تمرينة النهاردة يا شباب، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.